موجز الخامسة من التناصح، أهلا بكم. نعت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة مدير مديرية أمن طرابلس السابق صلاح السموعي الذي توفي صباح اليوم في العاصمة الإيطالية روما. كما نعت مديرية أمن طرابلس مدير السابق الذي توفي متأثرا بجراحه بعد حادث إطلاق نار تعرض له في 25 من نوفمبر الماضي أمام منزله بمنطقة صلاح الدين جنوب طرابلس في محاولة لسرقة سيارته، نقل بعدها إلى إيطاليا لتلقي العلاج. وأكدت الوزارة في بيانها تضامنها مع أسرة الفقيد صلاح السموعي. أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات للمجالس البلدية الأربعاء انطلاق العملية الانتخابية للمجالس البلدية في دورتها الثانية بفتح باب تسجيل الناخبين لتحديث البيانات لكافة البلديات التي انتهت ولايتها القانونية. وأشارت اللجنة في بيان لها أن البلديات التي تم استحداثها سيؤجل فتح تسجيل الناخبين بها لحين تحديد مراكزها الانتخابية، موضحة أن التسجيل يشمل 68 بلدية، ومن المتوقع أن تجرى انتخاباتها في الربع الأول من العام القادم. ودعت اللجنة كافة الليبيين إلى ممارسة حقهم في انتخاب مجالسهم البلدية وبناء المؤسسات الشرعية المعنية بخدمتهم. أبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أسفه من عدم التزام بعض الأطراف بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مايو الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس. وأشار المشري في لقائه مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دولين أن 10 ديسمبر هو اليوم المحدد بحسب الإعلان باريس لإجراء انتخابات جديدة في ليبيا، متمنيا أن يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ظل دستور دائم بأسرع وقت ممكن بحسب المكتب الإعلامي للمجلس. قال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي إن زيادة تدفق الهجرة إلى أوروبا بسبب هشاشة الوضع في ليبيا. كونتي وفي إحاطته أمام مجلس النواب الإيطالي الثلاثاء شدد على ضرورة المحافظة على نتيجة تقلص تدفقات قوارب الهجرة على طريق وسط البحر المتوسط. ونقلت وكالة أكل إيطالية عن كونتي قوله بأن المحاور المعقدة للدول المجاورة لليبيا التي يمكنها أن تؤدي إلى زيادة في تدفق المهاجرين. أرجع النائب الثاني للمجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب أسباب تكوين حراك غضب فزان بسبب تقصير وغياب الدولة في توفير أبسط مقومات الحياة بالجنوب. العقاب وفي تغريدة له الثلاثاء أوضح أن معالجة مثل هذه الأوضاع تتطلب حكمة سياسية لاستعادة ثقة أبناء المدن والمناطق في مؤسسات الدولة، مشيرا أن اللجوء للقانون في غياب للدولة في الجنوب لن يحل الإشكالية بل يزيدها تعقيدا على حد قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.